الفكره ديال ايموراجي ديال هاد السنه كتهضر على غلاء الاسعار. هو سبيكتاكل سميتو سوق راسك، والموضوع هو موضوع اللي زعما كاين اللي متازمين منه المغاربه حاليا كلهم، يعني كلشي متضرر من الغلاء ديال هادشي، كلشي تزاد فيه، يعني ما يمكنناش نحصلوا على الخضره، بوطه كرا طاكسي كلشي اللي هضرتي معاك يقول لك خاصنا نزيدو حيت زادو، دونك يعني الدرويش متضرر. وكنشوف باللي ايموراجي يعني هذا الموضوع الا ما دواتش عليه دابا ما كاينش انت غدوي، لان الفنانين هما صوت الشعب، هما اللي غادي الا ما دويناش حنا وما دواش الاخر وما دواش الفنان الاخر، فما كاينش اللي غيوصل الرساله، وحنا منا من الشعب يعني حتى حنايا متضررين. فكنظن الموضوع يعني وقيته هي هذيك. لا بالعكس، انا وسط ايموراجي ما كنشوفش كاينه منافسه، حتى حنا عائله، بالعكس كيشدوا معايا الخاطر، كيحترموني، كنحترمهم. كدوز كيدوز كلشي في امان الله، بالعكس ما كنحسش بالخلعه ولا زعما كاينه شي حد بغى ينافسني، ما كاينش اصلا منافسه، لانه داكشي اللي كندير انايا سورسان بعيد على الدراري. كاين بزاف الرسائل، غير هو غيكون زعما كاين الموضوع الاساسي هو غلاء الاسعار. انا عرفنا غلاء الاسعار، عطينا شي حاجه اخرى ما نقدرش نعطيك شي حاجه. العرض الاول غديش تفرج وحدك؟ لا والو الله يسامحك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.